مساء الخير ومرحبا بكم مشاهدي الكرام، مشاهدي أبو ظبي الرياضية، مرحبا بكم في هذه التغطية المتواصلة من قنوات أبو ظبي الرياضية لكل ما يخص دورينا، برامج وأفلام ودكومنتريات والكثير والكثير في هذه الساعات المتواصلة من خلال شاشتكم، شاشة أبو ظبي الرياضية، لكل ما يخص دورينا، دوري الخليج العربي. والآن مع حلقة جديدة من برنامج عن قرب الذي يقربكم أكثر من أنديتكم ومن أندية هذا الدوري، دوري الخليج العربي الذي قارب على الانطلاقة في 19 من سبتمبر الحالي. ومن هنا من هذه المدينة والنادي الذي يكفيهم فخرا بأنهم يحملون هذا الاسم، بني ياس، نرحب بكم. ومن منطقة الشامخة بالتحديد في استاد نادي بني ياس بالشامخة في بداية هذه الحلقة من برنامج عن قرب، يسعدني أن أرحب بمن سيرافقني في هذا الاستوديو والحلقة، بداية بالكابتن والمحلل الخاص بقناة أبو ظبي الرياضية صالح عبيدي، أرحب فيك. يا مرحبا يا كابتن. أيضا من سيكون معنا في هذا الاستوديو كنجم ولاعب سابق في نادي بني ياس والهداف التاريخي السماوي، صالح اسماعيل، كابتن رحب فيك. مرحبا والله. ايضا مشرف الفريق الاول في نادي بني ياس الاستاذ مرزوق المنصوري، رحب فيك. مرحبا بكم والله. ايضا مشاهدي الكرام سيكون معنا زميل حمد الظاهري من الميدان، من هناك بالقرب من تدريبات نادي بني ياس التي سوف تنطلق بعد لحظات من الان. الاجواء لديك حمد قبل ان يدخل لاعبي نادي بني ياس الى ارضيه الملعب لاجراء المران والتحضيرات، واعتقد بان الاجواء ما زالت يعني رطبه وفيها قليل من الاجواء الحاره. مرحبا في البدايه زميلي محمد الحامد، ارحب فيك وارحب بضيوفك الكرام، وايضا ارحب مشاهدين قناه ابو ظبي الرياضيه. فعلا اليوم نحن عن قرب في ملعب الشامخة، عن قرب من لاعبين فريق بني ياس. طبعا الفريق هذا اللي يمكن كان له بصمة كبيرة في دوري الخليج العربي الموسم الماضي، النتائج كانت جدا إيجابية، يمكن الجماهير كلها تترقب انطلاقة الموسم هذا، خاصة بعد استقطاب المدرب الكبير في دورينا شايفر، أيضا اللاعبين المقيمين، الجماهير بشكل عام في دولة الإمارات أو الشارع الرياضي الإماراتي يترقبون كل أخبار كل الفرق، ما في فريق محدد، خاصة بعد القوانين الجديدة اللي كانت موجودة، المقيمين المواليد طبعا عطت حماس جدا كبير لدورينا. تغطية أبو ظبي الرياضية المميزة اللي سبقت انطلاقة دورينا، طبعا ننقل الصورة بأكمل وجه إن شاء الله لمشاهدين قناة أبو ظبي الرياضية. نترقب يمكن خروج اللاعبين من الجيم إن شاء الله، بنكون عن قرب مع اللاعبين وبننقلكم الصورة بشكل أوضح. نعود لك بالكلمة زميلي محمد. شكرا يا حمد، اكيد في انتظار مزيد من اللقاءات في خلال تدريبات نادي بني ياس. اعود بالكلمه للكباتن، ابدا معك كابتن صالح عبيد. بني ياس بثوب جديد بعد موسم كان جيد جدا وممتاز في القسم الثاني من الموسم الماضي دوري الخليج العربي، اليوم بني ياس يدخل هذا الموسم بثوب جديد بلاعبين شباب وايضا مدرب يحضر من جديد الى دورينا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أنها بالنسبة للرأي العام والرأي الرياضي أنها نوعا ما يعني كانت مفاجأة بالنسبة للتغيير اللي صار الكبير على مستوى المدرب ولا حتى على مستوى اللاعبين اللي كانوا في أرضية الملعب. نتكلم عن ثلاثة أجانب تم الاستغناء عنهم، أي بالإضافة إلى ثلاثة أيضا لاعبين أساسيين اللي هو يوسف جابر، أحمد دادة، نتكلم حتى عن حبوش صالح. كفريق كان متميز الموسم اللي طاف، لكن الأسباب اللي أدت إلى تغيير اللاعبين طبعا عند الإخوان بيشرحونها، لكن نتكلم عن مستوى بنياس الموسم اللي طاف، حقق نتائج جيدة بكل أمانة، كان مفاجأة بالنسبة للجميع المستوى اللي قدمه، المباريات اللي كان ند الأكبر الفرق في الدوري، النتائج الإيجابية حتى اللي كانت خارج ملعبه، الفريق قدر يوصل المركز السادس، وأنا أعتقد أنها يعني إنجاز يحسب الفريق ويحسب حتى الإدارة بشكل عام. لكن التغيير اللي صار في الصيف يعني بالنسبة مثل ما قلت لك فاجأ الجميع من ناحية تغيير لاعبين أجانب حتى على مستوى اللاعبين الأساسيين. اليوم تكلمت عن سبع لاعبين أساسيين أو ستة خارج الفريق، وانت تابع أيضا اللاعبين مثل ما تفضلت، أن تغيير ثوب بشكل كامل بالنسبة لفريق نادي بني ياس، لكن البوادر هي إيجابية بالنسبة في كأس الخليج العربي، بينت المستوى أنه في مستوى إيجابي، فاز على حامل اللقب، تعادل مع فريق نادي الوحدة، المدرب شايفر قدر انه يعمل بصمه في بدايه المسابقه، لكن ننتظر من بنياس في الدوري بالثوب الجديد ان شاء الله. نعم كابتن صالح اسماعيل، بنياس في الموسم الماضي قدم مستويات ايجابيه كبيره خصوصا مع نهايه الدوري، وكانه بعث برساله اطمئنان لجماهيره بان هذا الموسم سيكون مختلف. هل فعلا سيكون هذا الموسم افضل ومختلف نادي بنياس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أخوي حامد، بالنسبة لفريق بنياس الموسم الماضي كان
يعني قدم مباريات جيدة، والسنة هذه نحن متوقعين كذلك هم بنياس يقدم مباريات جيدة عطفا على ما قدمه حاليا في دوري في كأس الخليج العربي. لعبنا مباراتين، المباراة الأولى ويا حامل لقب، وما كنا نحن متوقعين يعني نحقق يعني نتيجة وأداء في هذه المباراة. المباراة كانت الكل اللي شاهد المباراة والكل اللي حاضر واللي يتابعون الفريق قالوا إن فريق بني آسيا اليوم أكيد بيخسر، لكن نحن مطمئنين عارفين الفريق إن في المعسكر اشتغل حسب برامج اللي عد المدرب، وكان أداء الفريق في تصاعد، ولم نتفاجأ في مباراتنا الأولى ويا الشارجة. ورغم أن نحن كنا نبحث عن شكل فريق مباراة الشارجة، لكن في مباراة الشارجة طلعنا في شكل فريق وفوز وأداء واحترام الرأي الشارع الرياضي لفريق. أكيد راح نرجع بالتفصيل لبعض النقاط خصوصا في مباريات الأخيرة وحتى في المعسكر الإعداد. مرزوق، الحديث عن بنياس جديد، ثوب جديد، عن تغييرات كبيرة البعض يراها بأنها راح تكون غامضة في الموسم، هل راح بنياس هذه التغييرات تأثر عليه بشكل إيجابي أم سلبي؟ لكن معاك أنت، هل ترى بأن هذا التغيير جاء فجأة أم كان نظرة للمستقبل؟ هل كان هذا البناء قبل الموسم الماضي؟ لأن صحيح سبع أسماء، لكن موضوع الشباب وتهيئة الفريق بدأت قبل الموسم الماضي. أول شيء شوف، كثير اليوم كنادي بنياس كثير من اللعيبة راحوا، وكثير من اللعيبة طلعوا، وكثير من اللعيبة تواجدوا في المنتخبات، كثير من المدربين مروا. إحنا نتكلم على فترة حالية، نتكلم على هدف، على بناء فريق، بس في نفس الوقت تأكد أن في كل مباراة بنقاتل عليها علشان نرفع الشعار السماوي عالين. اللاعبين سواء الجانب أو المواطنين الحمد لله إذا ذكرنا اللاعبين بشكل مبسط، اللعيبة الجانب الحين بدر كوندي هداف الفريق ولاعب مقدم مستوى الممتاز، ساشا المدافع طبعا. نأجلها شوي لأن في فقرة خاصة بتكون بس على الانتدابات. الهدف اللي للحن يعني راسمي كنادي بنياس الحمد لله الحين، وتوافق هالشيء مع التعاقد مع الكابتن شافر. الكابتن شافر يملك يمكن الخبرة الكبيرة في التدريب، بالإضافة للهدف اللي يلحن يعني موضوع من قبل إدارة النادي اللعيبة صغار، وكون حتى يتعامل معهم خارج الملعب، وشفنا أشياء كثير إيجابية تطغي على اللاعبين، والحمد لله هاي انعكست حتى في داخل الملعب. نعم أكيد راح نرجع للتفاصيل أكثر مشاهدي الكرام، لكن دعونا نستعرض معكم كيف كانت استعدادات السماوي بقيادة المدرب الجديد شايفر من صيف 2019 استعدادا للموسم الجديد دوري الخليج العربي 2019-2020. نتابع. بقى وقدم موسما استثنائيا، وكان الحصان الأسود في الدوري ولم يخش أحد، وتنافس مع الجميع ندا لند. كان شامخا كما عودنا، ولمواصلة رحلة النجاح حط الرحالة في بلاد الأندلس في جنوب إسبانيا، وتحديدا في مدينة مالاغا بعيدا عن شواطئ البحر الأبيض المتوسط وصاخب المدينة السياحية العالمية. الكل أشاد بالمردود الرائع الذي قدمه الفريق في الموسم الماضي، ولكن في فريق المحترف وفي زمن الاحتراف كان لا بد من تدعيم الفريق بعناصر جديدة وضخ دماء قادرة على تقديم الإضافة، وأولهم كان الجهاز الفني وعلى رأسه المدرب المخضرم صاحب الخبرة الطويلة في ميادين كرة القدم الألماني واينفريد شايفر، والذي كان أشرف سابقا على عدة فرق بالإمارات ويعرف جيدا خصوصية دوري الخليج العربي. أجواء عائلية كانت تسود الفريق، وهذه السمة الطيبة والعنصر الأساسي في إدارة الفريق التي تعتني أولاً بروح المجموعة ونقاء الأجواء بين جميع مكونات الفريق، وخاصة التناغم بين اللاعبين.
التدريبات في فريق بنياس كرة القدم قسمت على مراحل، منها البدنية وهي تدريبات شاقة ومرهقة ما بين الملعب وقاعة الجيم، ومراحل أخرى فنية وتكتيكية يتم من خلالها رسم معالم الفريق وتجربة عدة خطط تكتيكية لخلق التناغم الفني بين خطوط الفريق الثلاثة. كما يتم تجربة اللاعبين في عدة مراكز مختلفة ليقع اختيار الأنسب والأجدر والأكثر جاهزية لتكوين أسس الفريق والتشكيل الرسمي الذي سيعول عليه الجهاز الفني في الموسم القادم. طموح المشروع لفريق طالما أثبت أنه قادر على تقديم كرة قدم عصرية ومقارعة أعلى الفرق، خاصة وأنه يمتلك من العناصر والقدرات ما يخول له الذهاب بعيدا في كل المسابقات. مدرب محنك وخبير بشؤون الساحرة المستديرة، إدارة وفرت كل سبل النجاح، لاعبون لديهم إمكانيات كروية جيدة ومزيج بين الخبرة والطموح، كل هذا وأكثر مطمع جماهير السماوي التي لا ترضى بغير النجاح عنوانا وشعارا في موسم جديد فريق عريق. إذن تابعنا استعدادات فريق بنياس كيف كان المعسكر الخارجي، وحديث عن المدرب وأيضا مرزوق. قبل ما نطلع استوديو كنت أتحدث عن المدرب وينفريد شايفر. صالح عبيد لما تحدث عن مدرب 69 سنة لديه خبرة، وخبرة كبيرة جدا مع الأندية مع المنتخبات، وأيضا له علاقة بأنديتنا ودورينا، كان متواجد مع العين ومع الأهلي. اختيار المدرب كيف ترى في نادي بنياس لهذا الموسم؟ شوف، كل نادي له نظرته الفنية في المدرب السابق ولا حتى المدرب الحالي، كل نادي عنده أجندة معينة. المفاجأة نادي بنياس كان في مرحلة من المراحل ما كان يقدم مستوى جيد، تم التعاقد مع كرونسولاف الموسم اللي طاف، مثل ما كانت نتائج إيجابية جدا، الفريق طلع بشكل إيجابي، طلع متغير حتى على مستوى اللاعبين الأجانب المواطنين، وما ذكرت في تقريركم أنه كانت نتائج إيجابية على كل المستويات، فقط كانت تنقصها بطولة. لكن تعذر الفريق لسه في اول مشوار، تبحث عن اهداف الموسم السابق، والجميع تتوقع انه يكون في استقرار فني على مستوى المدرب في الموسم المقبل. لكن صار التغيير، مدرسه مختلفه، مدرسه المانيه، تغير سيستم الفريق، الاداره يمكن عندها طموحات اكبر للوصول الى ابعد من اللي قدر يوصل له السيد كرونسولاف. الاداره حست ان عندها ادوات ممكن كان يتم استغلالها بشكل افضل في الموسم الحالي، تم الاستماع عن اللي هم الاجانب اللي هم روبنسون اورتيغا وليروي، تم انتداب طبعا ثلاثه لاعبين اجانب اخرين اللي هم اياندا ولويز وساسا. شايفر كان مدرسه المانيه تعتمد على القوه، على اللياقه البدنيه، على سرعه اللعب، على الكرات الطويله. انا اعتقد شايفر نتكلم عن السي في ممتاز جدا، عنده خبره في سواء في عالميا ولا حتى محليا، لكن
يبقى العمل على أرضية الملعب، يبقى طموح نادي بنياس شو هو الموسم الحالي، يعني الأجندة اللي وضعها السيد شافر بالتعاون مع شركة كرة القدم شو هي، هل منافسة على الدوري، هل كأس الخليج العربي أو كأس رئيس الدولة، هذا الأجندة يحددها المدرب، يحددها الشركة بوجود عناصر موجودة. هل الموسم القادم بيكون نفس المدرب؟ هل في استراتيجية المدرب 3-4 سنوات مع الفريق يبني فريق إلى الأمام؟ هذه كل استراتيجية أو كلها أجندات عند شركة قدم، أتمنى إن شاء الله يفيدونا فيها الأخوان. نعم كابتن صالح، الحديث يعني كلاعب سابق لبنياس أنك تأتي بمدرب بهذه الخبرة بهذه الروح، نعرف عن شايفر أنه ما يقبل بأنصاف الحلول، صحيح ممكن يكون هدف البناء معه لها استراتيجية، ولكن هو أيضا مدرب دائما يبحث عن نتائج، دائما يبحث عن منافسة، واللاعبين في بنياس في هذا الموسم معظمهم من اللاعبين الشباب والصغار. شو رأيك شو اللي يبغي بنياس من هالمدرب وخبرة هالمدرب؟ مثل ما تفضل كابتن صالح، بالنسبة لبنياس الموسم الماضي كان فريق يعني المدرب هذاك كون مجموعة من اللاعبة، بس يا أخوان المجموعة اللي موجودة لو أنتوا تشوفون أعمارهم كلها أعمارهم كبيرة، لو قعدنا يعني والمدرب اعتمد على 11 لاعب الموسم الماضي. الموسم الماضي نعم 11 لاعب ما استفاد من بطولة كأس الخليج العربي، وكان ممكن يعني يشارك في نسبة كبيرة من اللعيبة الصغار. حتى جت فترة نحن بنياس مركز السادس وبينه وبين السابع يعني فرق يمكن يعني صعب يوصل لفريق يعني يوصل لبنياس، كان مفترض هني يعطي فرصة للعيبة الصغار، يعني الاخوان يلسوا مع المدرب اكثر مره وضحوه، قالوا ترى اللعيبه اللي عندنا كبار، اللعيبه ممكن في اي لحظه يعني نفقدهم. نعم اذا انت بتتم استراتيجيتك كل سنه وبتسوي فريق لسنه واحده، صعب انك انت تبني لمراحل متقدمه. اذا الاستغناء عن كرونسلاف يوريتش مثل ما افهم منك صح انه ما كان يعني متوافق مع استراتيجيه اداره الفريق او شركه كره القدم في نادي بنياس، هذا شيء. وشيء ثاني ان الاخوان يعني عرضوا على المدرب اكثر من مره، المدرب كان يماطل شوي وعنده عروض من انديه ثانيه ومن برا الامارات، وشيء اكيد ان النادي ما بتري المدرب، حط خطه ثانيه وقام يبحث عن مدرب لما اتفق على شايفر. على شايفر نعم. مرزوق، الحديث عن المدرب وخلنا نقول استراتيجية الفريق في المرحلة هذه بالذات، هل شايفر من أجل بناء فريق وليس المنافسة على بطولة من البطولات؟ شوف الحين شايفر نحن متفقين على أنه اسم كبير في عالم التدريب، وبالإضافة للجانب خلنا نقول يعني الأبوي اللي مع جميع اللاعبين، الحين داخلين في سباق من 26 خط، وخلنا نتكلم على كاس الدور الخليج العربي. تتأكد أن بنياس مثلا يوم بيلعب على ملعبه ولا خارج ملعبه ثق تماما، الحين بعد الله سبحانه وتعالى ثقتنا يعني كبيرة في اللاعبين اللي موجودين عندنا أنهم يقدمون كل اللي عندهم، وعندهم بالنسبة للمدرب اللي موجود بيكون إضافة كبيرة بشكل خاص النادي بنياس، وإضافة كبيرة للدور الخليج العربي. اليوم يكون في تحدي مع النفس، بس الحين الهدف يعني الحين لما اتكلم يمكن ابو فيصل في عندنا اهداف ان فريق مستقبلي، فريق مستقبلي في مجموعه من اللعيبه الحين يمكن شفناهم في الـ في الـ في المباراتين اللي طافن من ضمنهم خميس، اليوم يعني وجد له مركز وما شاء الله عليه، يعني مش المركز اللي حد مركز انه في جهه الباك اليمين او باك اليسار، اللاعب يبقى فرصة، والمدرب الحمد لله عارف الحين حتى اللعيبة قادر أنه كيف يقدر يوظفهم التوظيف الصحيح، وشغله الأمانة يمكن الحين كنا قريب عليه في المعسكر الخارجي أو يوم رجعنا هني طبعا حتى الجهاز الفني اللي موجودين معاه كل هذا موجود، والدعم الكبير، الدعم الكبير والتوجه الكبير من قبل إدارة النادي يعني برأسة سيدي الفريق صاحب السمو الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس النادي الله يحفظه، وبالإضافة للدعم سيدي صاحب السمو الشيخ حامد بن زايد الله يحفظه، ودعم متابعة سيدي صاحب السمو الشيخ عمر بن زايد الله يحفظه. كل الأمور هذه نحن عارفينها وحاسين فيها،
الحين في امور الحين ما بنستاهل عليها، بس الحين عندنا كل مباراه يعني شعار السماوي دائما بيكون الهدف الرئيسي مالنا. لا ما الدوري اي الفريق راح يلعب راح يقاتل على الفوز. هذه نقطه بس يمكن اللي تكلمنا فيها انه يعني يمكن اتطرق لها صالح، ان المدرسه الالمانيه تمتاز بالقوه، تمتاز هاي جوانب حتى الحين شفناها في اللعيبه اللي خلال الفتره الماضيه. واللاعب من وصل العمر هذا اكيد انه لازم اكيد خلاص اللاعب ترى مثل اللاعب لازم يكون يعان، اذا يحس باليوع يبقى له مكان لازم يقاتل. الحين عندنا الحين مجموعه من اللعيبه وان شاء الله انهم في المباريات القادمه، الحين نقول مباراه عجمان، بس الحين فوقها كله يمكن لعيبه صغار ومعدل اعمارهم صغار، بس الحين يعني نتريى الجمهور، والحين في منطقه فيها كثافه سكانيه ونترياهم ان شاء الله يكون 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 دعمهم للفريق حاضر وبقوه ان شاء الله. نعم، الهدف المتفق عليه مع شايفر تحقيق بطوله، منافسه على بطوله الدوري او منافسه على احد بطولات الكاس، بنا فريق الحين قاعدين نبني فريق. نعم، ممكن نضيف على نبني فريق وين يحطنا الحين يعني يمكن برد عليه مره ثانيه، انه في سباق هذا اذا قلنا في الدوري الخليج العربي 26 خطوه والسباق. نعم. يعني اكيد انه يعني بنجتهد فيه واجتهادنا ان شاء الله نبي يكون قوي. نعم، حمد الظهري مجهز في ارضيه الملعب، راح ارجع لكم اكيد لنفس النقطه. حمد تفضل، الكلمة تنتقل إليك مباشرة. شكرا زميلي محمد الحامد. نعم، تتواصل تغطيتنا لفريق بنياس، اليوم معايا الكابتن معتز عبد الله مساعد مدرب فريق بنياس. كابتن رحب فيك على قناة مضربي الرياضية. في البداية تكلمنا يمكن الجماهير السماوية ومحبين فريق السماوي يترقبون الكثير من الجهاز الفني، خاصة أنت يمكن لك خبرة كبيرة مع في الدوري سواء حتى مع اللاعبين كمعامل. بسم الله الرحمن الرحيم، اشكر قناة بضبي الرياضية على التغطية. طبعا احنا مثل ما قلت لك يعني بدايتنا كانت بداية كاس الخليج العربي، والحين احنا بدايتنا مع الدوري ان شاء الله بتكون غريبة بإذن الله انطلاق الموسم. نقول لكل الناس كل سنة هم طيبين، ان شاء الله بداية تكون بداية خير وبداية طيبة للفريق السماوي. مثل ما انت عارف طبعا كابتن شايفر انا كنت معاه كلاعب، والحين حاليا انا معاه مساعد مدرب. مثل ما تفضلت وقلت وذكرت طبعا الخبره موجوده، لكن الخبره كمدرب هي كبدايه بالنسبه لي كاول سنه. اتمنى ان اكتسب الخبره الكافيه من كابتن شايفر، وان شاء الله باذن الله يكون تاهيل لي للمستقبل. اما بالنسبه للمعامله مع اللاعبين، انت عارف هذا جانب مهم وجانب نفسي مهم الواحد يقوم فيه، لان انت اقرب من المدربين الثانيين للاعبين، دائما تقول لهم سبورت وتقول لهم الناصح، لكن في نفس الوقت في النهايه ان انا مع الجهاز الفني كمدرب يكون بيننا طبعا في بعض المسافات تكون بيننا، لكن نحاول نقربها دائما بالأشياء الفنية. كابتن، يمكن كابتن شايفر انت لعبت معاه كلاعب وحققت ايضا مع بطولات مع نادي العين، تكلمني يمكن الفكر المدرب مع اللاعبين على الجيل، يمكن عشر سنوات تقريبا مضى من اخر تدريب مع شايفر. بالنسبه للنقطه هذه نقطه مهمه جدا للمدرب لما ينهي حياته كلاعب، اذا ما بدا فصل بين الاثنين هذين اللي يكون في مشكله كبيره بالنسبه للاعب. لازم اللاعب ينهي حياته كلاعب كره قدم ويكون كمدرب والفكر الثاني، فهي نقطه صعبه. ممكن الناس مفتكرين ان النقطه سهله ان تفكر فيها على طول، لكن هي فعلا نقطه صعبه جدا، ويوم يوم ورا يوم الواحد يتعلم في هالشيء ويروح للحياه الاحترافيه اكثر كمدرب. تبعد عن فكرك انك كلاعب كره قدم، لان اذا انجرفت في انك كلاعب ما راح تقدر تفصل بين المهنه الاولى والمهنه الثانيه، لان هي متصله ببعض. لكن كمدرب انك دائما تاخذ قرارات، صدقني هي مساله صعبه، خاصه حتى في غرفه الملابس، انك انت تنسى غرفه ملابس اللاعبين وتبدا في غرفة ملابس المدربين. بتشوف أشياء ثانية، حياة ثانية، قرارات ثانية، فكر ثاني يختلف تماما لما أنت كنت لاعب. يمكن يدور في ذهن اللعيبة أشياء غريبة، لكن لما تكون كمدرب الحين حاليا بالعكس تكون فكر ثاني وقرارات، ولازم تكون حازم فيها. وفي النهاية مثل ما أنت قلت لك، نتمنى التوفيق لفريق السماوي، وإن شاء الله تكون بداية موسم طيبة للاعبين وللنادي بالعناصر الشابة اللي معتمد عليها السنة إن شاء الله. يمكن أنتوا أصغر معدل أعمار في دوري الخليج العربي، هذه نقطة إيجابية بتكون لفريق بنياس؟ طبعا اكيد نقطه ايجابيه، لان هذه مرحله ظنت عدى فيها نادي بنياس، وكانت في قرارات من قبل تقريبا يمكن نرجع لزمن 10 سنوات نادي بنياس قدر انه يسوي عناصر شابه. بس بقطع كلامك زميلي محمد، يمكن تشوفون الحماس اللي عليه اللاعبين، تسمعوني صفقون
لحظة خلونا نشوف كيف تبى نشوف بس شو الأجواء اللي موجودة هناك محمد. دعم مشاهدين قناة برضه الرياضية. السلام عليكم شباب، يعطيكم العافية، موفقين إن شاء الله. شو المعنوية؟ طمن جماهير بنياس. سمعت يا زميلي محمد، نعم جماهير بنياس يمكن أكيد يستنون اللحظات هذه وانطلاق دوري الخليج العربي عشان يشوفون فريقهم. نكمل حديثنا مع الكابتن معتز، سامحنا قاطعناك بس شفنا الوضع ما شاء الله حماسي وموفقين ان شاء الله. لا هذه الاجواء متعودين عليها، اذا اي لاعب غاب فتره ورجع للفريق لازم يبدا لازم دانس مع الفريق. يعطيكم الصحه والعافيه وموفقين ان شاء الله. تسلم يا كابتن، ان شاء الله موفقين ان شاء الله. شكرا تسلم. نعم زميلي محمد، هذه الاجواء الحماسيه وان شاء الله بنتواصل معاك في لقاءات اخرى. نعود لك بالكلمه في الاستديو. شكرا لك حمد وشكرا لضيفك كابتن معتز. وكنا نتحدث عن نقطة كابتن صالح اسماعيل، تبغي كنت تضيفها على موضوع الهدف وشو اللي يبغيه بنياس من شايفر والأهداف المتفق عليها. بغيت أضيف بخصوص ما تفضل فيه أخوي مرزوق، أنا بكون واضح معك، بنياس هدفه صناعة فريق أو إنشاء فريق للمستقبل، الهدف الأساسي. لكن هدفنا في الموسم هذا هو البقاء في الدوري المحترفين، وإن شاء الله مع المواسم القادمة بنياس إن شاء الله بتشوفونا اللاعبين الموجودين اكسبوا خبرة. نعم. هم حاليا الحين اللعيبة ما شاء الله عليهم، يعني حماسهم وأداهم اللي يشوفهم ما يقول هذه اللعيبة صغار. أنت اللاعب الصغير أو اللاعب قليل الخبرة متى يعني تقول عن هذا ما عنده خبرة؟ اللي ما يلعب مباريات. نعم. يمكن اليوم لاعب عمره 18 سنة يلعب مباريات وايد، مثل السهيل الحين كم عمره السهيل وحسن وهذيل لعبوا مباريات والحين كسبوا خبرة والحين صار من أصحاب الخبرة عندنا في الفريق. يعني الفريق يبشر، مش احنا نبغي الصبر، ما نقول يعني الفريق نستعجل للنتائج، لكن نبغي الصبر على الفريق، والفريق ان شاء الله مع الموسم هذا والمواسم القادمه بيكون افضل. مدرب، يعني انا في البدايه ما كنت يعني متوقع انه بيكون، يعني قلت انا يمكن الفتره اللي قضيتها في الرياضه يعني عندي مثل ما تقول معلومات عن الرياضة، وعن يوم جلستي مع المدرب طلعت أنا ولا شيء. مدرب أول شيء يعرف يكيف عمره مع اللعيبة، يعرف يتعامل مع الكبير ومع الصغير. مدرب يعني الله يعطيه الصحة والعافية، يعني يعرف يتعامل مع مختلف شرائح اللعيبة، لاعب الكبير لاعب الصغير، ويعرف كيف يهيئ للمباراة. نعم. وهني السؤال، مع شايفر شو اللي يحتاجه بنياس فعلا ليبني فريق انه ما يتاخر كثير في المنافسه؟ ممكن هذا الموسم اذا ما نافس شو اللي يحتاجه بنياس انه يعود اقوى واقوى من خلال هذا الاسماء او هذه الاسماء الشابه الموجوده حاليا لفعلا يكون منافس على البطولات مثل ما كان ترغب في جماهير بنياس؟ لا، الحين فريق بنياس وضع اللبنه الاولى والاساس حتى من الموسم اللي طاف، هذا استمراري حتى للموسم اللي طاف. صح تغير المدرب لكن الفكر هو نفسه، بنى فريق للمرحله القادمه، تم اصلاح بعض اللاعبين لكن يبقى التفكير هو نفسه. وشيء جيد انك تعرف ان التفكير مشترك بين الاداره وحتى المدرب، يعني المدرب حتى مو بيكون تحظات، المدرب يبحث الاداره عطته الضوء الاخضر انك انت مش في مرحله حصد بطولات، انت في مرحله بناء فريق، بالعكس بيدخل باريحيه، بيدخل بدون ضغوطات، لكن بيدافع عن 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 تاريخه في السابق. لازم فريق يقدم مستوى جيد، لازم تكون نتائج ايجابيه في معظم المباريات، الأداء يكون متحسن أفضل من الموسم اللي طاف، الأرقام أيضا لازم تكون متحسنة. نتكلم حتى على المراكز، هو حرز المركز السادس لكن حتى من ناحية تسجيل أهداف، تسجيل 50 هدف يفترض الموسم هذا أن يكون في أهداف أكثر في مراكز أكثر. نتكلم حتى مما ذكر الإخوان أن إشراك عدد من اللاعبين أكبر، بحيث أن كل لاعب يعطى فرصة. أنت الآن في مرحلة بناء، ما عندك أي ضغوطات أنك تحصل بطولة. البطولة اللي هي قريب من نادي بنياس، نتكلم عن كأس الخليج العربي، هو اللي الآن مقدم فيها مستوى متميز جدا، فاز وتعادل. وكأس رئيس الدولة ممكن، يعني أن بطولة مفتوحة الاحتمال. نعم، لكن الدوري هو ما يعني ما يبحث عن النتائج الإيجابية، يبحث عن الصورة الجيدة في مشاركته في دوري الخليج العربي. عنده شخصية للفريق. نعم، يبدأ من أول مباراة يشوف الفريق شو يحتاج الفريق، اللي هي طبعا مباراة مع عجمان، هاي تعتبر مباراة أهم مباراة في الموسم. على ملعبك لازم تاخذ 3 نقاط تتكيف مع المباراة اللي بعدها. أنا أعتقد الجدول حتى جدول بنياس ممتاز جدا.
نتكلم عن عجمان الظفره مع الوحده والاهلي وبعدين لا مع خور فكان عنده مباراتين فقط اللي هي تتكلم عن فرق تبحث عن الدوري، لكن الفرق الاخرى انا اعتقد ان ياس يقدر انه يتعامل معها بصوره ايجابيه، يقدر انه يحرز نقاط افضل. بعد نتكلم عن بعد مرور الموسم يبدا الفريق طبعا يبحث عن التغيير الفني من المدرب، ان عنده خلل في بعض المراكز، عنده احتياجات في بعض المراكز، عنده تطعيم في بعض المراكز، عنده داب لاعبين من فرق اخرى، لكن لازم يبقى شيء مهم في الفريق الاحلال. انا مش مستعد ان كل سنه اطلع 7 لاعبين وانت تدب 7 لاعبين من بر، هذا ما يعتبر استقرار. انا عندي الاهم ممكن تغير عندي 3 أو 2 لاعبين لكن انت تدب مكانهم 2 أو 3 لاعبين، تغيير مستمر في اللاعبين حتى لو معدل اعمارهم صغير هذا ما يعتبر بناء فريق. انت اذا كل مره بتبعد 7 لاعبين وتندب 7 لاعبين والموسم اللي بعد تطلع 5 وتدخل 5 انت ما سويت، لازم عندك استقرار حتى على مستوى اللاعبين الصغار. المستوى اللي كم على معدل اعمار متميز جدا، خطوه ممكن في الموسم القادم عندك لاعب ما حصل فرصه لكن كاداره تتوقع ان هذا اللاعب له مستقبل جيد، اوديه يعاره سنه يلعب في اي نادي واتاكد انه يلعب في نادي واتابع مستواه على مرور الموسم. لكن اني انا اطلع لعيبتي واضخ مبالغ وانتدب لاعبين غيرهم بيتكلف بناس شيء كثير. نعم، وانت بديت تتحدث عن اللاعبين وعن الاسماء، مرزوق باستثناء كوندي 3 أسماء جديده على مستوى الاجانب وفي مختلف الخطوط. اليوم نشوف قلب دفاع، لاعب ارتكاز وصانع لعب، بالاضافه لكوندي راس الحرب المهاجم، يعني عمود فقري الفريق من لاعبين اجانب ومنهم 3 جدد بيكون اضافه للفريق. والحين شفناهم عنقر في الفتره الاخيره، ثقتنا فيهم كبيره، طرقنا البتوزي حتى من افضل اللعيبه اللي نتوقع لهم ان شاء الله انهم يكونون في دوري الخليج العربي. ساشا لاعب قوي مسجل 11 أهداف، يعني عنده اهداف يسجلها حتى لو انه يلعب قلب دفاع يمتاز. نفس الشيء بالطول 192 ما شاء الله. لويس أنطونيو لاعب الفترة الأخيرة بعد كان في الشباب السعودي. كل العناصر طبعا بالإضافة لبيدرو كوندي. الحين اللعيبة الجانب بالذات يوم يوصل ممكن يجيب أفضل لاعب في العالم، بس أنت كيف تقدر تكيف مثل ما تكلم صالح انك مع المجموعه. المدرب بعد كانوا موجودين اللاعب ما عدا اللاعب يمكن ساشا اللي تاخر انه كان مرتبط في مباريات مع فريق السابق في الدوري الاوروبي، واللعيبه بشكل عام كانوا موجودين عندهم كانوا موجودين عندنا هناك. الحمد لله منسجمين. اللعيبه المواطنين اللي موجودين يعني هنتكلم يعني بشكل مختصر فيهم، فواز وفهد وحسن المحرمي، وعندنا بالاضافه العطاس والسهيل النوبي مجموعه منهم، طبعا في مجموعه بالاضافه للمقيمين كل المقيمين المواليد. كل هاي التوليفه الكابتن شايفر يعني كانت له فرصه زينه كونه يعني بعد فتره يرد الامارات يمسك فريق، كانت له فرصه مناسبه، شاف امكانيات اللاعبين بشكل كامل، وظفها بالشكل الصحيح، وان شاء الله نشوف النتائج الايجابيه اللي تنعكس على الفريق في الفتره القادمه. يمكن احنا شفنا قبل شوي من الاشياء الجميله اللي دائما انت اليوم تخلق فريق يمكن في الملعب بس لابد انك تخلق اجواء يعني خويه، اخلاق عائليه بين اللاعبين وفي غرفه الملابس، هذا عمل مهم جدا. اليوم ترى احنا نتكلم في رياضه فيها فوز وفيها خساره، بس الحين اليوم نتكلم مع رياضيين لابد انهم يعرفون حتى انهم يوم يروحوا للمكان هم يعني حابين يروحون. يوم يتدرب مثلا داخل ملعب وعنده رغبه كبيره، يوم يلعب المباراه تكون عنده رغبه كبيره. هاي عوامل مهمه الفتره الاخيره احنا هاي كلها اشتغلنا عليها، وبالذات الكابتن شافر اشتغل عليها الجانب. يبقى عندك انت تدخل الملعب، اما انك انت شو التوفيق، دائما التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، بس انت لا تتريا تقول انا ما سويت شيء واتريا التوفيق، لا. نعم. انت لازم تجتهد، كل يوم يكون عندك يوم جديد، يوم عمل، تحدي جديد، والتوفيق دائما من عند الله سبحانه وتعالى. نعم اكيد. لك تعليق على اللاعبين الاجانب ان اختارهم بنياس في مختلف الخطوط، اليوم نشوف مثل ما ذكرت لاعب قلب دفاع محور او لاعب ارتكاز وصانع العاب ومهاجم. الفرق اللي تختار بهالطريقه خلينا نقول هي اكثر فرق اللي تنوع احتياجاتها في الفريق او تضع اللاعبين الاجانب المحترفين اللي المفروض يكونون هم عون الفريق في مختلف الخطوط
لمساعدة اللاعبين الآخرين. شاهد في فرق تركز على الهجوم تحصل ثلاث مهاجمين ممكن فريق واحد. لا كل فريق يتدب اللاعبين على حسب احتياجه هو بالتنسيق مع المدرب. أكيد المدرب إنه شاف المباراة الموسم السابق ويعرف احتياج الفريق في أي مركز بالتنسيق مع شركة كرة القدم. كل فريق يختار، ممكن يكون عندك ضعف في الجانب الدفاعي، عندك ضعف في الجانب الهجومي. تم تغيير ثلاثة لاعبين أجانب باستثناء كوندي اللي هو كان هداف الفريق وسجل 18 هدف في الموسم الماضي. من الصعب جدا انك تغير لاعب بحجم كوندي، كان هو يعني يعتبر هداف الفريق على حتى على مستوى الدوري الخليج العربي. لكن انا اعتقد انا اروح معهم انه كان محتاجين مدافع، محتاجين لاعب ارتكاز، محتاجين صانع لعب. السؤال انه تغيير حبوش صالح، الاستغناء عن حبوش صالح كان مقدم مستوى جيد وكان يمكن انا بالنسبه لي انه ممكن يلعب موسم اضافي مع الفريق كصانع لعب كلاعب متميز. لكن اداره بنياس حبت انه تغيير في على على جميع اللاعبين اللي تعدت اعمارهم 30 حق مشروع. لكن كل لاعب اجنبي ينتدب على حسب احتياجات الفريق في 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 مركز معين. التشكيله كلها بنشوفها في الدوري، بنشوف المستويات اللاعبين الاجانب، بنشوف ايضا مع خطه المدرب كيف بتكون في في اول مباراه في مع عجمان. لكن معدل اعمار انا اعتقد ان معدل اعمار ممتاز جدا بالنسبة لفريق بنياس أو حتى الاستراتيجي اللي يطمح له فريق نادي بنياس. معدل الأعمار ممتاز جدا. نعم، وفي نفس المحور كابتن صالح إسماعيل، لاعبين الأجانب كوندي الكل يشهد بأدائه ويمكن من ركائز الفريق في الموسم الماضي واستمراريته تؤكد بأنه من أهم اللاعبين. اليوم شاهد ثلاث لاعبين أجانب أجداد، مدى توقعات إدارة بنياس والأسرة البنياسية في مردود هاللاعبين خلال هذا الموسم؟ اولا بدرو لاعب يعني ما شاء الله عليه، لاعب كبير ولاعب هداف ولاعب ملتزم داخل وخارج الملعب، حتى اللاعبين استفادوا منه ونحن يعني وفقنا في هذا اللاعب. يعني يوم تجيب لاعب ومش بس في الملعب، يعني خارج الملعب تستفيد منه. نعم، وبخصوص باقي اللعيبه طبعا اختيارهم تم بالتنسيق مع المدرب عن طريق اللجنة الفنية برئاسة الأخ عبد الله الغيلاني وبالتنسيق وتشاور مع المدرب. نعم، يمكن يكون يعني ما أعتقد أن في شيء مختلف بخصوص الأجانب، لأن عندنا مدافع ولاعب ستة وعندنا صانع لعب ومرات يكون جناح اللي هو باتوزي. يعني نعم أكيد راح نسلط الضوء أكثر على سواء الأجانب أو الانتابات على مستوى اللاعبين المحليين، لكن بعد ما نتابع هذا التقرير الذي يوضح أبرز ملامح سوق الانتقالات في المنضمين إلى نادي بنياس واللي غادروا في صيف هذا العام. نتابع التقرير. موسم جديد على الأبواب، وفريق بنياس يضع ضمن أهداف هذا الموسم تقديم مستوى أفضل من الذي سبقه، وهو يمزج بين بناء فريق جديد يعتمد على الطموح والخبرة. فبعد انتدابه لمدرب مخضرم صاحب خبرة طويلة في ميادين الكرة وخبير بخصوصيات دوري الخليج العربي بعد تجربة سابقة مع نخبة الأندية الإماراتية، يعود اليوم إلى دوري الخليج العربي من بوابة بنياس. إنه الخبير الألماني وانفريد شايفر. هذا على مستوى الجهاز الفني. أما على مستوى اللاعبين فبعد مغادرة كل من عبد السلام محمد الاتحاد كلبة وحبوش صالح إلى الوصل وأحمد دادة إلى خرفكان ويوسف جابر إلى شباب الأهلي، انتدب بنياس مجموعة من اللاعبين من داخل وخارج الإمارات. عيسى المازمي من الإمارات، سالم علي من الوحدة وزميله محمد هلال أيضا من الوحدة، شاهين سرور من الجزيرة، لويس سيرجيو من أونيو، نيغرونيس البرتغالي، لويس أنطونيو من الشباب السعودي، سلطان الشامسي من الجزيرة، أياندا باتوزي من كيب تاون الجنوب أفريقي، بالإضافة إلى جواو فيكتور. هكذا كان المشهد في سوق انتقالات بنياس لهذا الموسم. حظ سعيد للسماوي.
التقرير الخاص بانتقالات وأبرز الانتدابات في السماوي فريق بنياس. والحديث مرزوق راح أبدأ معك بالتحديد لأن في معظم محطاتنا في برنامج عن قرب والأندية اللي كنا متواجدين نتكلم عن 6 لاعبين تقريبا أو نتكلم عن 7 لاعبين في ملف الأجانب. اليوم 3 منهم هم المقيمين، كثير من الأندية تعاملت معهم كأن لاعب أجنبي من ضمن اللاعبين اللي راح يضيفون إضافة كبيرة للفريق. بنياس كيف تعامل مع ملف المقيمين والمواليد؟ ونشاهد اسم مميز جدا الفترة الماضية أحمد شحتة، لكن هل هناك أسماء أخرى ممكن تنضم إلى هذا الرباعي؟ والله شوفهم يعني أنا بصراحة لما أنا أشوف أنها فرصة مناسبة لكل الأندية، وأنك اليوم يعني أنهم يلعبون 6 في الملعب، هاي تعطي حتى تعطي الدوري إثارة أكثر، تعطي وتخلي حتى اللاعب المواطن أنه يرد يشد حيله، أنه في مراكز بعض المراكز ممكن يفقدها. الحين الحمد لله اللي موجودين عندنا مثل ما تفضلت، يمكن الأسماء أحمد شحتها عندنا ما شاء الله، شفنا هداف الرديف بعد كان الموسم الماضي، اللاعب متميز وموجود مع الفريق الأول وله أدوار متى ما طلب من الكابتن شافر، والحمد لله موجود دائما على الوعد. جواو اللاعب البرازيلي لعب مباراة الشارقة، قدم مستوى طيب في بداية المباريات، والحمد لله حتى لو انه يعني في عنده في مركزين يعني سواء جناح يسار. احمد من المقيمين او من المواليد؟ لا احمد من المواليد. المواليد وجواو من المقيمين. جواليد من المقيمين غير احمد وجواو في اسماء في في لويس البرتقالي طبعا مقيم، في عندنا سالم عاد من المواليد هم على الحاليه، بس طبعا كلهم مسجلين في فريق ال21 سنه يحق لهم، ومقدمين الاضافه الحمد لله اللي نبغاها ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله يعني بعد الباقيين، واذا حد في الفتره السابقه ارتأى النادي انه يشوفه بيكون اضافه واضافه يعني حقيقه للنادي، اكيد انه بيكون موجود ضمن الفريق. نعم، لان الاختيارات تعرف خاصه في تعرف القرار لما جاء مثلا نتكلم على فتره من الوقت بسيطه، القرار لما يجيك يعني انت اللاعب ما تقدر اذا ما كان يعني لاعب كره القدم يختلف، ممكن اليوم نشوف كثير ناس يلعبون برا فيقول لك انا ممكن اقدر، لا النادي له يعني لاعب كره القدم لها صفات خاصه يعني فبيكون الاختيار اكيد انه يكون الاختيار في بعض الانديه، اكيد انهم يعني فرصه مناسبه انهم يتوفقون مع اللعيبه. نعم كابتن صالح بيت، ابرز الانتدابات غير اللاعبين الاجانب نشاهد مجموعه كبيره ايضا من اللاعبين الشباب ومواهب من انديه قريبه، كانت في الوحده في الجزيره، لاعبين من الامارات، واختيارات اعتقد بان تجدد وتساهم في نفس الفكر، فكر البناء. هي مثل ما قلت لك افضل في نادي بنياس ان نمشي على سياسه يعني مستمره من الموسم اللي طاف، تجديد الفريق، عناصر شابه، بناء فريق الى الموسم القادم، لكن النقطه الوحيده انك تبحث عنها هو استقرار اللاعبين الموجودين اساسا عندك. يعني نادي بنياس طلع 5 لاعبين وانتدب مكانهم 6 لاعبين، يفترض الموسم القادم انه ما يكون الاحلال بالطريقه هذه بالرقم الكبير هذا. شايفر موجود، اللجنه الفنيه موجوده، يبحثون عن انتدابات في مراكز معينه، تطعيم يكون نعم تكون الاعداد اقل، وعندهم فرصه ما ذكر الكابتن مرزوق انه اللاعب المقيم او المواليد ممكن يسد لك ثغره في مرحله ممتازه جدا، لكن اللاعبين المواطنين هم الاساس. الاحلال بالارقام الكبيره هاي بتاثر على الفريق، وايضا عندك اكاديميه نادي بنياس قادر انها تطلع لاعبين متميزين في الموسم القادم، فيفترض ان الهلال يكون بصوره اقل. اللاعب اللي تحس انه مستوى جيد انت كشركه كره القدم مع السيد شايفر، لكن يلعب لي مثلا مباريات عدد مباريات اقل، لكن تحس انه ممكن يمتلك امكانيات انه يلعب مباريات اكثر ويرتفع مستواه، ما يمنع انه يوديه اعاره اي نادي، بالعكس نادي بنياس لو طلع 3 أو 4 لاعبين اعاره يرغم في موسم معين ويرجعوا له بعد موسم يقيمهم، بتكون الامور افضل بالنسبه لنادي بنياس، بيكون حتى على المستوى المالي بتكون راتبهم على النادي الاخر، مستواهم بطاقتهم عند نادي بنياس، لكن مستوى مرتفع نادي ثاني ممكن يستفيد منهم، وممكن حتى يردهم مره ثانيه ويستفيد منهم في المواسم القادمه. نعم. الشيء المتميز ان الجميع في نادي بنياس متفق ان هذه مرحله بناء، وهذا شيء ممتاز جدا. تصريحات حتى الضغوطات ما راح تكون كبيره على الفريق. يعني ما بتكون ضغط على اللاعبين، لكن طبعا نادي بنياس يبحث عن مستوى جيد، يبحث عن اداء متميز، يبحث عن مراكز متقدمه، يبحث عن صوره طيبه للفريق. ما يمنع ان انا اوكي مرحله بناء، لكن ما اريد النتائج خساره، انا عندي رصيد ايجابي من الموسم السابق. قدر يفوز على العين، قدر يحرج يفوز على الجزيره، قدر يفوز على الفرق الكبيره. فيفترض ان انا استمريت في 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 الموسم الحالي، شايف قدام ارقام.
فريق مسجل 50 هدف على 40 هدف، فريق وصل المركز السادس، هذه الأرقام لازم تتحسن في الموسم هذا بأي طريقة كانت. أنا مرحلت بنا لكن الفريق عندي متميز، عندي لاعبين صغار، عندي لاعبين أجانب، يفترض أن الأرقام هذه هجوميا يزيد، نعم. دفاعيا يكون على مستوى متحسن، المركز عندي يزيد، هني بنكون نبنياس في الطريق الصحيح اللي حصل البطولات في الموسم القادم، نعم. لكن ما يمنع أيضا نبنياس يفكر في البطولات الموجودة اللي نتكلم عنها اللي عنده، لأن عنده عدد أقل من اللاعبين في المنتخب اللي كاس خارج العربي، بنياس قادر أن ينافس يوصل المرحلة بعيدة من كاس خارج العربي، أيضا كاس سيد رئيس الدولة، الدولة طبعا الدوري حساباته أخرى، لكن بطولتين هذا ممكن بنياس يوصل فيها بشكل إيجابي تكون أموره. نعم كابتن صالح اسماعيل، واحنا نستعرض اول خمس مواجهات يمكن ذكرها الكابتن صالح بيد لبنياس في الموسم، ما حدث في المعسكر من عمل، ما حدث من امور في الانتدابات كافيه لان بنياس يبدا هذا الموسم على خطى ثابته يحقق افضل من الارقام اللي حققها في الموسم الماضي؟ قلت لك بنياس يوم بدا يعني ما لو كان ينظر للفرق الثانية ما أعتقد أنه بيبني لفريق. بنياس لازم ينظر لنفسه ويبني فريقه على حسب البرامج اللي وضعها المدرب ويمشي خطوة خطوة، كل مباراة يفكر فيها سواء كان مباراة من مستوى أقل أو مستوى عالي. نعم. وإحنا نشوف الأسامي هذه، بنياس راح يلعب مع عجمان الظفرة، بعدين مع الوحدة وشباب الأهلي ومع خورفكان، كيف بالعكس انت اليوم انت عجمان وظفره وخرفكان انا اشوف بيكونون اقوى من الوحده وشباب الاهلي بالنسبه لي انا. اي نعم اليوم انت اللاعب يوم تحضر اللاعب لمباريات مثل في نفس في الوحده والاهلي ما يحتاج تحضر اللاعب، اللاعب هو عارف قيمه الوحده وعارف قيمه الجزمة. انت بالعكس تبغى جهد اكثر وتحضر اللاعب اكثر في مواجهات اللي هي في نفس المستوى، لان هني عاد اللاعب يقول لك انا لا اليوم بلعب مباراه مع مستوى لا عادي المباراه، لا لازم يحضر عمره والمدرب لازم يحضر الفريق لمباريات مثل المستوى اللي متقارب أكثر من المستوى الأعلى. نعم مرزوق في نفس المحور، الخمس جولات الأولى راح مهمة جدا أي فريق. اليوم كابتن صالح إسماعيل يقول مباراة عجمان أو الظفرة أو حتى خرفكة راح تكون يمكن أصعب. أنا يمكن ما يعني بتطرق لك على دائما التركيز كله منصب على أول مباراة فقط لا غير. مباراة هي نعم كله كفريق الحين على المباراة الأولى، تحضيرنا للمباراة الأولى ما نفكر حاليا في الظفرة ولا نفكر في الوحدة ولا نفكر فيما بعد، هاي كله تفكيرنا كله بنصب على أول مباراة في دور الخليج العربي، المباراة على ملعبنا، رسالتنا للجمهور إن شاء الله يكونوا متواجدين، أخوان هني في إدارة النادي بعد يعني في الجانب هذا شغالين، وإن شاء الله نشوف الجمهور والمباراة تكون على ملعبنا. نعم. فهي المباراة المهمة بالنسبة لنا، كل تفكيرنا مصاب عليه. اختيار معتز، سعدنا معتز وتصريحه مع زميل حمد الظاهري، إدارة بنياس تسعى بأن يتواجد مدرب وطني إلى جانب شايفر، هو اللاعب يتحدث أنه راح يعني أو اللاعب السابق معتز الكابتن معتز يتحدث كمدرب أنه راح يستفيد كثير من خبرة شايفر، راح هو ترجع له بشكل خاص بشكل كبير، وراح يحاول يقدم للاعبين الجانب المعنوي، الجانب أنه يكون لهم أقرب كلاعب سابق وواحد قريب منهم واحد منهم وفيهم. اختياركم المعتز شو الهدف منه؟ لا أشوف اليوم كمدرب مواطن أول شيء أتمنى التوفيق للكابتن معتز مع الجهاز الفني بقيادة الكابتن شايفر. معتز طبعا مش غريب على اللاعب وحارس مرمى كان على مستوى عالي، طبعا المجال هذا إن شاء الله نتمنى له التوفيق. هو دائما يوم يكون فيه مساعد مدرب مواطن بالإضافة للمساعدين الاثنين كابتن مارتن ومقويل، أكيد أنه دائما حتى بينه وبين اللاعبين تعرف كمدرب مواطن قريب على اللاعبين وفيه تواصل، خاصة أنه في يعني في أرضية الملعب متواجد مع الجهاز لها أدوار مع الفريق مع الجهاز الفني والمجموعة بشكل كامل ككل يعني. نعم. ونتمنى له إن شاء الله التوفيق إن شاء الله، وأنه أكيد أنه بيكون إضافة مع الكباتن بغير الكابتن شافر. نعم صالح تعقيب على كلام الكابتن مرزوق، شوف أمانة هو يحسب الفريق عند بنياس قبوله أنه يكون معتز من ضمن الطاقم الفني،
أول مرة يخوض التجربة، أعطى فرصة للمدرب مواطن أنه يبدأ أول مرحلة تدريبية النادي بنياس، أكيد بيفيدهم من ناحية الخبرة. معتز عنده خبرة سواء مع المنتخب ولا حتى مع نادي العين، يحسب أيضا المعتز أنه بدأ مشواره التدريبي وبيواصل إن شاء الله في المرحلة القادمة. أيضا يحسب السيد شايفر اللي قبل أنه معتز يكون موجود، على كل مدرب يكون عنده ستاف معين، ما يرضى أي حد من خارج المنظومة أنه يكون طاقم تدريبي، لكن بحكم أعتقد أنه شايفر يعرف اللاعب ودارت بنيس. أكيد أنه علاقته مع اللاعب كلاعب في العين سابق لدي أتوقع سهلت من موضوع أو جعلت اثنين يتقبلون يكونون أكيد ما في شك، لكن أيضا كان نادي بنيس بعد أكيد أنه أكيد بيصر أن أنا عندي مدرب مواطن بعطيه فرصة للمدرب مواطن أن يكون من ضمن الجانب من الطاقم الفني. أكيد أن شايفر في النهاية ما بيمانع بشكل كبير إذا شاف في إصابة نادي بنياس، لكن هي مما قلت هي ثلاث يعني محاور أدت إلى أن يكون معتز موجود سواء من طريق شايفر أو الإدارة أو حتى من معتز. نتمنى التوفيق، طبعا بتكون أكيد أن في مكتسبات المعتز خلال الموسم الحالي، يعني بحجم شايفر أن يكون موجود على رأس التدريب أكيد بيستفيد منه في مرحلة متميزة جدا، بيستفيد أيضا من التواصل مع اللاعبين. مثل ما قال الكابتن معتز إن غرفة ملابس اللاعبين تختلف اختلاف كلي عن الجانب الآخر مع المدربين، الفكر بيتغير، بتكون يعني الأمور بالنسبة حتى الفريق نادي بنياس واللاعبين إن في مساعد مدرب مواطن قريب من اللاعبين يقدر يوصل الرسالة، يقدر إنه أيضا يكون في استيعاب المشاكل الفريق داخل الملعب ولا حتى خارج الملعب. أنا أعتقد إن الأمور تمشي في الطريق السليم بالنسبة لنادي بنياس. نعم، في نفس المحور كابتن صالح إسماعيل، في يمكن تقاليد خاصة بدكة بنياس، يعني أنت من الناس ومرزوق من فترة طويلة نشاهد الإداري المتميز في نادي بنياس يوصل إنه يكون حتى إداري مع المنتخب، مساعد المدرب أو تهيئة المدربين، المدرب اللي كان مميز مع نادي بنياس في أوقات يكون فيها ظرف مثلا إقالة مدرب أو غير الكابتن سالم العرفي، وأيضا تحدث عن أسماء كثيرة تواجدت في الدكة. هل بنياس في هذه الخطوة بالتحديد يعني يسعى دائما لأنه يكون عند البدائل الجاهزة، عند أبناء النادي أو الأشخاص اللي ممكن يكونون مستمرين في المسيرة هذه، مسيرة طويلة أتوقع في دكة بنياس خاصة، مع يمكن في كثير من أنديتنا ما عندهم هذه الميزة؟ ترى يقول لك الفريق الناجح إذا كان عنده دكة على نفس المستوى اللي هم داخل الملعب. وأضيف شيء، من أخطر الأمور على المدرب وعلى الفريق هي دكة البدلاء. إذا كانوا ما في هناك توافق بينهم وبين المدرب، ما عرف يكسب هذين اللي هم على الدكة، ممكن يعملوا له مشاكل، ممكن يعملوا له بلبلة، ممكن يعملون بلبلة في الفريق كامل. لكن المدرب الناجح دائما اللي هو يكون في توافق بينه وبين المساعدين اللي عنده. أنا بضيف خصوص كابتن معتز، في توافق كبير بين المدرب شايفر وبين معتز، هذا اللي بيسهل مهمة معتز مع الفريق وبيسهل مهمة معتز مع شايفر. نعم، وهذا بينعكس على اللعيب الموجودين في دكة الاحتياط، واللعيب اللي ممكن عندهم معلومات يوصلون للمدرب، يمكن عندهم أمور ما يقدرون يوصلون للمدرب بطريقة يمكن للمساعد اللي هو أجنبي والله. لكن دائما المدرب المواطن هو يكون يعني إذا كان في توافق صار بينه وبين المدرب يكون يعني ثق انه بيكون هناك فريق ناجح موجود معه. نعم، وفي نفس النقطه مرزوق يريحكم انتم كاداريين، تحدث كثير عن اهميه وجود معتز او اي مدرب مواطن الى جانب في الدكه الى جانب الشخص الاداري، انتم كمشرفين للفريق صحيح سهل من مهمتكم حتى يخفف عليكم بعض الامور اللي تكون في ارضيه الملعب. شوف الجانب دائما مشترك، بس اكيد المدرب يعني يوم يكون عنده مساعد مدرب مواطن فيه امور تخف، لان هي كلها منظومه، في أشياء مثلا تكون خارجية أدوار إدارية، في أشياء داخلية في الملعب، والجوانب هذه صراحة الأمانة الكابتن يمكن حتى يمكن شفنا قبل شوي الاحتفالية اللي تصير إذا لاعب عايد، إذا كان لاعب إن شاء الله يتدرب عندنا يوم واحد لاعب يمي من تحت، في احتفالية خاصة، ويمكن حتى هذا الشيء الحين بعد كنا في من فترة يمكن شفنا عرس اللاعب كوندي وكان صدى كبير سواء في الإمارات نعم. أو في أسبانيا، الأجواء هذه يعني الحمد لله موجودة عندنا لما أنا في بنياس ومريحتنا في أمور كثيرة. بس مثل ما تفضل بعد صالح، يعني فعلا شوف اليوم عندك الفريق كله، أنت تحتاج الفريق كامل،
أنت اليوم عندك اللاعب الماري، عندك اللاعب التكتيكي، عندك المقاتل، عندك اللي أنت حتى يمكن تبغى في الوحدة التدريبية موجود، كلهم اللعيبة أكيد أنهم ما يكونون كلهم بيلعب أساسي، بس أكيد في بيكون في إصابة، بيكون في إيقاف، بيكون اللاعب دائما ما يخاطب. يمكن أحسن وسيلة أن اللاعب يخاطب الناس، يخاطب الجهاز الفني أو يخاطب الإعلام ويخاطب الناس اللي برا، دائما بعطاء في الملعب. نعم فقط الأخير، والجوانب هذه كثير صراحة أنهم سهلوها علينا كثير، والحمد لله دائما نشوف الأجواء عندنا إيجابية. يمكن قلت لك الناس كلتي فرحانة دائما الأجواء تكون في بنياس كل أندية إيجابية، وأكيد يعني أتمنى مثل ما ذكرت سابقا جمهور بنياس ما يبالى دعوة، جماهير كثيرة مميزة كانت في الموسم الماضي، الرابطة يعني نشكرهم سهلوا كثير من الأمور وبدوا يشجعون بأمور كثيرة، راح تكون جوائز حاضرة، سيارات في الملاعب. جمهور بنياس في الموسم الماضي قدم ملحمة أمام مباراة الوحدة هني في ملعب هذا في ملعب الشامخة وغاب في بعض الجولات. جمهور الشارجة، جمهور بنياس، جمهور الوصل، جمهور العين، الجزيرة، الوحدة، جماهير انحضرت، راح يكون دورينا غير. ونكرر كلامك، نتمنى حضورهم من أول جولة إن شاء الله. أشكرك كابتن مرزوق المنصور، أشكرك كابتن صالح عبيد، كابتن صالح إسماعيل. وصلنا لنهاية حلقة عن قرب، نتمنى مشاهدينا بنكون وصلنا لكم معظم أخبار واستعدادات فريق بنياس السماوي في 19 أو مع انطلاقة دوري الخليج العربي، سيكون حاضر ضمن كوكبة نجوم دوري الخليج العربي. كيف سيكون موسمهم، كيف ستكون آمالهم، أكيد الإجابة ستكون مع أول 90 دقيقة وما تليه من جولات. كل التوفيق لبنياس ولأندية دوري الخليج العربي. نلقاكم في حلقة مقبلة غدا في نفس التوقيت مع برنامجكم عن قرب. إلى اللقاء.